السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبدأ وياكم درس جديد من دورة جافا. بعدنا بموضوع السترينج. اليوم راح ناخذ فكرة عن السترينج بوفر كلاس. شنو هو سترينج بوفر كلاس؟ وين نستخدمه؟ طبعا السترينج بوفر كلاس هذا الكلاس يستخدم حتى تصنع ميوتابل موديفايبل سترينج. شنو معناته هذا؟ بمعنى انه عن طريق هذا الكلاس انت ممكن تعمل تعديلات على السترينج. احنا قلنا النصوص لا يمكن تعديلات عليها، لكن قلنا اكو كلاسين، string buffer string builder، ذول الاثنين يساعدوك انه انت تستطيع تحويل السترينج من immutable not modifiable الى mutable modifiable. اذا نستطيع عن طريق السترينج بفر انه نغير عن النصوص، نضيف للنصوص، نحذف من النصوص، نتلاعب بالنصوص مثل ما احنا نريد. اوكي، السترينج بفر مثل ما قلنا هو كلاس وظيفته انه انت تتلاعب في النصوص. السترينج بفر كلاس موجود في الجافا، هو نفس فكرة السترينج كلاس للميوتابل. طبعا تقدر تسوي بها تغييرات كثيرة، تضيف مثل ما قلنا، تحذف، تلغي، تتلاعب. فلذلك انه السترينج بلدر في حالة اذا انت فكرت انه عفوا بفر، انا كثير استخدم سترينج بلدر ليه خربطوا الاسم. فلذلك انه انت عندك بالسترينج بفر نقطة مهمة جدا انه انت ممكن تستخدمها بالمالتي ثريد، اي بمعنى لأكثر من مهمة. اوكي، وراح نجي نشرح عن هاي المواضيع، بس اهم شغلة انه لازم تعرفها، شغلات الامبورتنت في السترينج بفر كلاس. اولا السترينج بفر كلاس ممكن تستخدمه ككونستركتور ما يحتوي على اي argument، يعني ما يحتوي على اي parameter. ممكن استخدام السترينج بفر يحتوي على سترينج واحد كباراميتر، ممكن استخدام السترينج بفر على اساس الانتجر لكن تعبيرا عن كاباسيتي، عن سعه النص، وهذا الشيء احنا راح نجي نشرحها واحد واحد. زين، السترينج بفر كشيء عام هو يحتوي على داخليا السعه مالته هو 16 بيت، فممكن احنا نزيد عليها وراح نشوف شلون عن طريق اخذ بعض الامثله. نشوف الوقت 2 minutes، هذا الشيء يخدمنا. اوكي، شو اقدر اسوي بالسترينج بفر كلاس؟ بالسترينج بفر كلاس انا ممكن اعمل append، اي بمعنى اضيف كلمه للكلمه الموجوده. انا ممكن اعمل insert، اي بمعنى ادخال كلمه للكلمه الموجوده. راح تلاحظ انه اكو تشابه بين الابند والانسرت. الابند ممكن تضيف نص، لكن هذا النص حيكون شنو؟ حيكون append، اي بمعنى انه النص مثلا محمد وانا عملت عيسى حيكون محمد عيسى. جميل، زين، انت ممكن تعمل append لشنو؟ ممكن تعمل append للchar، ممكن تعمل append للboolean، ممكن تعمل append للinteger، ممكن تعمل append للfloat وايضا للdouble. بالنسبة للinsert، بالinsert انت لازم يحتوي على شنو؟ على الargument، اي بمعنى انه string buffer. طبعا هذا الكلام اللي انا اقولها انتبه عليها، صح اني ما دا اخذ امثله، بس راح نجي مثال ايضا نشرح عليها، لكن كمقدمه لازم مفروض تعرف فكره عنها. بالنسبه للسترينج بفر انسرت، الانسرت راح يحتوي على بارامترين، بارامتر يحتوي على الانت بارامتر، والبارامتر الثاني هو سترينج. البارامتر الانت فاته هو الاوفسيت، وين تريد تضع هاي السترينج اللي انت تريده. والبارامتر الثاني اللي هو سترينج اس، هذا شيء طبيعي انه انت شنو النص اللي تريد تخليه من ضمن النص الموجود مسبقا. اذا اني ممكن اعمل ميثود اوفرلودد، نعم ممكن اعمل ميثود اوفرلودد للسترينج بفر انسرت باضافه انتجر وكاركتر، او باضافه انسرت لانتجر وبوليان، او باضافه انسرت لانتجر انتجر، وكذلك استطيع اعمل انسرت لانتجر فلوت، وكذلك اقدر اعمل انسرت لانتجر دبل والى اخره. زين، ممكن اعمل بالسترينج بفر ريبليس، انا ممكن اعمل تغيير في شكل النص الموجود. طبعا بالنسبه للسترينج بفر الريبليس راح ياخذ ثلاث باراميترات. البارامتر الاول هي انتجر، هذا البارامتر الانتجر راح يحدد لك الستارت اندكس اللي شرحناه بالدروس السابقه، اي بمعنى اول خانه
للحرف. الارجيومنت الثاني الموجود في الريبليس هيحدد لك الاند اندكست، اي بمعنى من وين راح تبدا لوين راح تنتهي. والثالث باراميتر في الريبليس هيحدد لك النص اللي انت تريد ادخالها بين اول خانه اللي حددناها واخر خانه اللي تم تحديدها سابقا. اضافه الى ذلك انت بالسترينج بفر ممكن تعمل ديليت، والديليت هذا ايضا ياخذ اثنين ارجيومنت. الارجيومنت الاول تحدد من يا خانه تريد تحذف، والارجيومنت الثاني يحدد لك اي خانه تتوقف عمليه الحذف. اضافه الى ذلك string buffer يحتوي على reverse، اي بمعنى تعمل عكس للكلمه، يعني من اكتب مثلا hello راح يعكس الاو حتجي في البدايه والاتش حتذهب للنهايه. وطبعا راح ناخذ مثال ايضا على كل هاي الاشياء اللي احنا نتكلمها. اضافه الى ذلك انه اكو ميثود اخر في داخل string buffer اللي هو الكاباسيتي. الكاباسيتي فائدته انه يرجع لك ايش قد بت او ايش قد بت انت تاخذ من في البرنامج، ايش قد بت يحتوي عليها هذا النص. اضافه الى ذلك عندك ensure capacity. ensure capacity نفس فكره الكاباسيتي، لكن الفرق الوحيد انه انت تعطي الكاباسيتي مينيمم، بمعنى تعطي انتجر، اوكي، قيمه انتجر تقول انه هذا هو المينيمم كاباسيتي، اوكي، الكاباسيتي اللي انت معطيها هو مينيمم، وراح نجي ايضا في المثال. عندك ايضا شنو؟ عندك ايضا يحتوي البفر، عندك string buffer ايضا يحتوي على char at اللي احنا اخذناها method في string، كذلك عنده length method length، وكذلك يحتوي على method substring، والsubstring في string buffer يحتوي على شنو؟ يحتوي على argument واحد اللي هو يحدد هذا argument اكيد integer، يحدد لك اي خانة يبدأ بها substring. اضافة الى ذلك يحتوي ايضا على substring نوع اخر يحدد لك من أي خانة يبدأ والأي خانة ينتهي. كل هذا الميثودز المهمة موجودة في string buffer، كلها راح ناخذ عليها أمثلة، وراح تشوف إنه هذا الكلام كيف إحنا راح نطبقها عمليا حتى يتوضح الصورة عندك أكثر ويترسخ في عقلك. خلينا نشوف الدرس 7 دقائق. أوكي، نكمل بالدرس القادم. مع السلامة.